The use of articles in Arabic. اليوم هذا الفيديو راح نتكلم عن استخدامات الـ articles باللغة العربية في مادة theories of translation. The zero article in Arabic would be rendered into English as a. نعم ملاحظة مهمة. Articles اللي هي zero article يعني الكلمة اللي هي ما بيها معرف بالعربي، ما بيها أي معرف، ما بيها أدوات تنكير أو تعريف، يعني الارتكلز اللي هم الآ والآن والذ اللي ما موجود بيها بالعربي. يعني أنا عندي كلمة مثلا، عندي كتاب، أو مثلا عندي قرى. هذه المجموعات كيف أحولها إلى اللغة الإنجليزية؟ كيف أترجمها theories of translation، بموضوع theories of translation؟ طبعا اولا نقدر نحولها الى indefinite articles بدون اي شيء، بنخليها as an indefinite articles بدون معرف، بدون ما نخلي لها the، راح نخلي لها الا او الان. مثال على ذلك I bought a book، هنا خلينا الا. طيب حلو. أو تكون ثانياً، أو تكون non-count plural اللي هو plural، أو تكون zero article. يعني إحنا إذا نريد نحول الاسم باللغة العربية اللي هو zero article باللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية، راح يتحول إلى ثلاثة حالات. الأول اللي هو indefinite article اللي هو الأ، خلي أ. ثانيا اللي هو zero article. ثالثا non count اللي هو plural. يعني اولا indefinite، zero article، plural. مثال على ذلك، المثال الاول I bought a book، انا خليت معرف اللي هو الأ. طيب المثال الاخر اللي انا ما راح اخلي zero اللي هو I need ink، I need ink او I need some ink اللي هو zero، ماكو اي اداة عندي هنا، لا الأ ولا الان ولا ذا. ثالثا اللي هو نخليها plural I saw a distant village، أو مثلا I bought books و I bought some books، جمع يعني خليها جمع. نعيدها مرة أخرى. The use of the articles in Arabic. The zero article in Arabic would be rendered into an English as a indefinite articles. واحدا an indefinite article يعني اسم نخلي له كلمة غير معرف، نخلي له the، نخلي له الأ والأن طبعا، before the singular count now counts of a zero articles، أو إن يكون zero article من خليله أي شيء اللي هو مثلا ink، مثلا ink اللي هو اللي هي الحبر، I need some ink، ماكو لا أ ولا أن لأن some هي مو article. طيب أو نخليله plural أسوي جمع I we saw some distant villages، هاي الفيلج هسه مجموعة. إذن ثلاث حالات نقدر نحولها إلى اللغة الإنجليزية بهذا الشكل، من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية.